بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عرفنا نجيب ديفايند واحد ونطبعه، هناخد ازاي نقاد داتا على اللي موجودة على الفاير بيس. طيب، عشان نضيف بيانات انا مش محتاج طبعا دلوقتي الجيت دي خالص. لا، خلينا ناخد منها كده، نغير فيها بحيث تبقى اد، يعني مش عايزين الفايند ولا عايزين البرنت ولا الكلام ده خالص. ترو، ماشي. انا بس محتاج دي، هخليها اد الفانكشن دي، خليها اد امبلي. انا ما عنديش غير اند بوينت والاد امبلي، هبعت لها الاي دي. تقول لا، مش الاي دي بس، تبقى المفروض تبعت لها حاجات كتير. اي دي عايزك تبعت لها الفيرست نيم، عايز تبعت لها اللاست نيم، ماشي، اللاست نيم، عايزك تبعت لها الديبارتمنت المفترض، على ما اتذكر الديبارتمنت. طبعا ممكن تبعتها لي كاوبجكت وممكن تبعتها لي مفرد. طب بما اني هاخدها من اليوزر واحده واحده، فهبعتها واحده واحده وخلاص، اريح لي يعني. تمام، انا كده عملت ايه؟ انا عملت واحد اتنين الامبلي اي دي، الامبلي اي دي. طيب الامبلي اي دي، غير دي مهمه جدا، دي الامب اي دي غير الاي دي بتاع اليوزر طبعا، او اعملهم واحد، ممكن اعملهم واحد واريح نفسي. خليني اعملهم لك واحد ونجرب يعني. الامبلي اي دي فيرست نيم لاست نيم ديبارتمنت. تمام، ايه تاني عندي؟ دي واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة اللي اعتبرناه، او نقول تلاتة اربعة، فاضل فولز. فاضل فولز، فولز طبعا دي نتيجة اري يعني، مش هقدر اشتغل عليها عشان اقدر اعمل اد. اول حاجه في الريكوست دوت جيت، هقول لا دوت بوست. احنا عرفنا ان البوست للاد وبوت بوت للايه، للتعديل، وديليت لل وديليت لل للديليت. طبعا انا بوست ممكن اعملها بوت، بس ان هي تعديل في البيانات بتاعه الجيسون فايل ذات نفسه، ده وارد وده وارد. تمام، مع ان في اختلاف صغير جدا في فاير بيز، لما تكون انت عايز تأدل الري وكلام زي كده بيقول لك اعملها بوش، لكن الباقي اللي هي تعملها يعني بوست، الباقي كله بيبقى بالنسبه لي بوت، عشان تحافظ على نفس المكان والبيانات. ف عشان تقدر تغير الاي دي، لان هي لما تيجي نعملها بوست، لما تيجي تجربها بوست، جرب انت يعني، جرب انا بس عشان احافظ على وقتكم. لو انت عايز تجرب هتلاقي بيرمي لك هنا اي دي بقى كده، يعني مشفر بتاع الفاير بالذات نفسه. احنا مش محتاجين حاجه اي دي مشفر عشان نعرف نرجع للفايند بتاعتنا والكلام بتاعنا، ولذلك انا هشتغل بالبوت مش هشتغل بالبوست. تمام، دي خاصه بالفكره، دي خاصه بالفاير بيز، عشان ما يجنريتليش اي دي مش اخبط كده. ما اجي جرب انت، جرب مره بالبوست وشوف يعني. طيب انا على الاند بوينت بتاعتي عادي سلاش، وبعد كده على الاي دي الجديد دوت جيسون. تمام، عشان اقدر اشتغل على نفس اليو ار ال بتاعي، بس بالايه، برضه بنفس الاي دي اللي هو الاي بي اي دي اللي بعته اليوزر. تمام، بارامز ما عنديش بارامترز او بارامترز، وادي الداتا وادي الهيدر سيبها زي ما هي. لو كانت البيانات بتاعتي فيها غلط هرجع بس الاستاتس كود، لسه هبدا اشتغل. تمام، انا طبعا عندي نوت الداتا لازم تتبعت، الداتا عندي نوت ايه مختلفه، فانا عايز اعمل داتا ذات نفسها، شكل الداتا بتاعتي، فاقول له الداتا بتساوي، ومعامل ايه، طبعا هعملها سترنج كده نص. تمام، اللي هي هيبقى فيها بالنسبه لي الامب زي ما فوق بالظبط مكتوبه، الامب اندرسكور اي دي، فاقول له امب اندرسكور اي دي تكون سنجل كود. خد بالكم انا بكتب كله ما بين دبل كوتيشن، خلاص انا هبعت نص بعد كده لازم احوله الى جيسون عشان يفهمه. فقلت له ماشي، هو هيبقى كده كولون، وبعد الكولون ايه يا عمي؟ قلت له بقى عايز بقى الامب اي دي اللي فوق دي تيجي. طبعا دي لازم اكون كات بقى، لازم ايه اكون كات، فهقول له اوكي. طبعا في اكتر من طريقه طبعا لكون كات، مفيش مشكله خالص. قلت له ده كده ايه الامبلوي اي دي، وبعدين يا عمي خليني تحت كده كده بعد الزائد اكمل كده تحت، عايز اكمل تحت، ايوه هنا اكمل ايه، هقول له عايز بعديها عندي بقى الايه الفيرست نيم وعندي اللاست نيم، صح؟ يعني عندي الامب
underscore name تمام، بتساوي object في جواه first name، والفيرست نيم طبعا بصوا الغلطه بقى اللي هتيجي دي، مش دي لازم لان الاسم كل يوم ما بنسيب لي كود تمام، بتساوي فيرست نيم، فيرست نيم بيساوي كولون تمام، وبعد الكولون الفاليو بقى، الفاليو بتاعت اللي هي ايه، طول الفاليو بتاعت اللي هي الفيرست نيم، هتيجي من فيرست نيم عشان نكمل لك. فقلت له ماشي، وبعدين ده الفيرست نيم، قلت له بعديها اكمل على سطر تاني، ممكن اخد كابي من ده، بس انا المره دي مش عايز اعمل ده كله، انا عايز المره دي عندي كوما عشان حطيت الام بنيم الفيرست نيم كذا، و صح ولا ايه، و او حاطط اللاست نيم واللاست نيم بتساوي، واقوم جايب الايه اللاست نيم حاطه هنا اللاست نيم صح، وبعدين بعد اللاست نيم الديبارتمنت ماشي، وبعدين الديبارتمنت ديبارتمنت بتساوي دي على طول احط لها قيمتها مباشره، الديبارتمنت هجيبها من الديبارتمنت على طول تمام. ماشي ايه تاني عندي غير الديبارتمنت، 1 2 3 4، 1 2 3 4، اهو احنا دي كلها على بعضها، 1 2 3، ادي ايه الديبارتمنت والام بي اي دي والنيم، الديبارتمنت والام بي اي دي والنيم على بعض، حلو جدا تمام. هنيجي لايه، الفونز، لو احنا عايزين نضيف كمان الفونز، بما ان الفونز دي المفروض تبقى جايه لاري بقى، هي قصتها بقى. فقلت له ماشي، عشان تيجي اريز يبقى احنا محتاجين، احنا معانا على فكره احنا في غلطه عندنا، تعال نتاكد كده، البي اي دي كذا كذا، المفروض هنا يبقى في كوم، و الامبلي نيم كذا وكذا، وقبل الديبارتمنت في كوما، الديبارتمنت بتساوي كذا، فاضل لي مين؟ كوما، وعندي فونز مفترض بتساوي ايه؟ انا طبعا المفروض انا معتمد ان الفونز جايلي صريحة، جايلي اري صريحة، طب وبعدين؟ قلت له خلاص المفروض خلصنا، بما اننا خلصنا لازم اقفل الاوبجكت بتاعي اللي انا فتحته في الاول اللي هو ده تمام، عشان يبقى كده ايه الموضوع خلص، دي الداتا بتاعتي اللي هي مكونه من القصه دي كلها، طبعا الريسبونس انا ضرب لانه في اندنتيشن كده مظبوط، دي الداتا بتاعتي انا هبعتها هنا اهو مع الداتا مش مع البارامتر، خلاص مش مع البارامتر مع الداتا، الداتا قلت له بتساوي الداتا اللي هي دي كلها، بس طبعا مش هيطلع ايرور لان المفترض ان الداتا دي تكون جيسون فعلي، لكن دي سترنج انا مقفلها سترنج، ولذلك هم جاي قايل له ايه عندي اكتر من طريقه طبعا للتحويل، كان ممكن يتم من خلال جيسون دوت دامبس، فانا كده عملت جيسون دوت دامبس عشان ادمب الايه الداتا دي بتاعتي وتبقى جيسون تمام، كويس جدا. طيب بعد كده طبعا لو في اي ايرور هقول له، ممكن اعرف نفسي بس ان في عندي بوست ايرور وسبيس كده جنبيها، ممكن احط اي داتا بقى انا عايزها، كده وخلاص، قلت له بس في البوست هاز ايرور ويطلع الايرور كود وخلصنا تمام ماشي. إلس معناها ان هو اتضاف بنجاح، ما فيش عنده مشكله خالص، طبعا هو في الإلس بيريترن لي الداتا كلها، فانا لو قلت له ريسبونس دوت جيسون هيرجع لي الداتا بتاعتي الكامله. احنا جهزنا طبعا الاد فانكشن، في فانكشن تانية مهمه جدا يعني مرتبطه بيها، دي الداتا على طول مباشره مع
مع يعني الفاير بيز. احنا محتاجين بقى تانية فانكشن تانية تعمل يعني كول للاد امبلاي بحيث تطلب بقى الاي دي وتاخد النيم من اليوزر وبعدين تبعت الايه البيانات. بس ده نشوفها في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.